مين اصعب جمهور انت لعبته قصاده، اهلي ولا زمالك؟ الاثنين مين اصعب؟ صعبين جدا يا كابتن. لا مين لا لا اصعب؟ لا اللي بلاش تمسك العصا بالنص. انا مش ماسكها من النص والله، هو في اكبر منهم مين في اصعب؟ والله ما في. كل بص كل جمهور ليه طبيعه في التشجيع، مين اصعب جمهور؟ انا قلت لك الاهلي والزمالك. طب ما الاتحاد لعبت في جمهور الاتحاد، طب ما الاسماعيلي لعبت في جمهور الاسماعيلي. اكيد في حاجه مختلفه ما بين لا اهلي والزمالك. لا لا كابتن، صعبين جدا، ومن اول الماتش لاخره تشجيع، وجمهورين كبار طبعا، اكبر مش ناديين. عايز يزعل منك والله. انا والله بقول الصراحه ورحمه ابويا، انت لو سالتني على حاجه مثلا هزعلهم مني، انا عارف انت جريء هقول يعني. الصراحه، وحتى اللي يزعل مني يزعل، لكن انا بقول لك الصراحه. يعني انا ما قلتلكش جمهور الاسماعيلي والاتحاد والمصري كلهم زي بعض، لا انا قلت لك اكبر جمهور واصعب جمهور تلعب قدامه الاهلي والزمالك. كنت نفسك تلعب للاهلي ولا الزمالك؟ والله يا كابتن كان نفسي العب، يعني كنت بتمنى من ربنا، واي لعيب يعني يتمنى ان هو يلعب للاهلي والزمالك. لكن انت بقى عايز تلعب لمين؟ انا قلت لك للاهلي او للزمالك. لا ما تروحش معايا تشوفها. ابلع انا ريق. ببلع ريقي. ابلع ريق. لا لا والله يا كابتن للاهلي او للزمالك. حدد. بس اقول لحضرتك حاجه بقى، حدد. بعد ما بدات اطلع في انت الزور هتتوني لسان. تلعب مين؟ انت دلوقتي لو جالك اهلي وزمالك تختار مين؟ هختار اللي انا اروح له، مين؟ الاهلي او الزمالك، والله مش تفرق. طب ما حضرتك لعبت في الاهلي والزمالك، ماشي. نجم انا كبير موضوع الزمالك انت. مختلف شويه لا لان انا بس كانت ظروف معينه. انا اقصد يا كابتن، معلش ما زعلش مني، الاهلي والزمالك مين؟ تحديدا بيعملوا قيمه لاي حد، اكيد يعني مع احترامي، ناديين كبار مع احترامي وحاجه لاي لعيب، فخر لاي حد. اللي يدخل بس كده يلبس التيشيرت يقول دي لك انا عارفينها، لعبت في النادي الاهلي. دي عارفينها. وفي حاجه بقى عايز اقولها لحضرتك، حاجه تانيه، اي حد بيلعب في الاهلي والزمالك يمشي حتى لو ما بيلعبش، هو بس ايه قاعد في النادي كده، هيروح ياخد اعلى عقد في اي نادي. تمام. ودي انا حصلت في البنك وحصلت في المصري وحصلت، وبيجوا حتى لو ما بيلعبوش بياخدوا اعلى عقود. تمام. لان الاهلي والزمالك بيعمل قيمه لاي حد. تمام. مين لو يتعرض عليك اهلي او زمالك تختار؟ مين؟ مصمم ليه يا كابتن؟ هو كده انا عايز اعرف. والله عادي، العظيم الاثنين ورحمه مفيش حاجه ابويا. اسمها الاثنين. شرف لاي حد يا كابتن، شرف لاي حد، احنا مش هنخلص الحلقه علينا. انا بقول لك شرف لاي حد يلعب في الاثنين، لكن الحمد لله انا ربنا ما بس جعلني. شايفك ان انت مايل للزمالك اكتر. انا لا والله ابدا، والله ولا الزمالك ولا الاهلي، والله انا كان شرف ليا ان انا العب في اي حد فيهم. لكن بعد ما انا بدات اطلع في الاعلام مع حضرتك طبعا شرف ليا، وفي كذا قناه تانية، بقيت بقول الحمد لله ان انا ما لعبتش في الاهلي او الزمالك، لاني كنت هبقى محسوب على حد. لكن انا دلوقتي لما بتكلم سواء على الاهلي او على الزمالك الناس بتصدقني، لاني اقول لك هو ملوش مصلحه. فدي حاجه الحمد لله بفضل الله يعني فادتني. يعني كان في كلام انتشر في اليومين اللي فاتوا ان انت في كلام معاك ان انت بعد موضوع ليبيا ده ترجع الزمالك، الكلام ده صحيح؟ لا يا كابتن لا، ما حصلش الكلام ده، لكن لو حصل طبعا اتمنى، شرف كبير ليا يعني. يعني كلام كده؟ لا لا ما حصلش يعني. لا ما حصلش كابتن. ان في كلام اقاويل بتتقال كده ان انت في كلام معاك في الفتره اللي جايه. لا لا يا كابتن ما حصلش الكلام ده والله، انت عارفني انا يعني كده مش لا ما انا عارف والله، انا بسالك بقول لك من ضمن الحاجات المتردده. لا يعني يا كابتن ما حصلش الكلام، ما حدش تواصل معايا من نادي الزمالك، وانا على مستوى شخصي بحب نادي الزمالك جدا وبالتوفيق ليهم ان شاء الله. بس انا من رايي يجيبوا حد في اللجنه الفنيه كابتن يعرف يختار لعيبه، لان هو برضو مع احترامي للي اختار لعيبه في يناير جابوا 10 لاعبين نصهم لا يصلح. انت جايب اي حاجه في نادي الزمالك وخلاص، هو اي حاجه لا، ده نادي الزمالك زي النادي الاهلي، مش اي لعيب يدخل، مش اي لعيب يجيب لي جونين تلاقيه في نادي الزمالك. لا انت لما تيجي تقيم لعيب تقيمه على موسم واثنين وثلاثه، مش لعيب نزل اخد واحد واثنين وجاب جون لا ده يجي نادي الزمالك. لا مش اي حد تربط اسمه بنادي الزمالك بسهوله يعني.